أعلن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية مشاركته في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية التي تجرى على مستوى الداخل في 10 و11 و12 من ديسمبر الجاري، وباعتباره كيان وطني مستقل. يأتي ذلك بموجب اعتماد الهيئة الوطنية للانتخابات للطلب المقدم من المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية للقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات، ويستعد المركز للمشاركة في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية اعتبارا من يوم الخميس المقبل بفريق عمل كبير يضم مجموعة من الخبراء وشباب الباحثين، حيث سيتواجد فريق المتابعة الميدانية في مقار اللجان الانتخابية وتسجيل الملاحظات الخاصة بسير العملية الانتخابية، ثم يقوم المركز في وقت لاحق برفع نتائج المتابعة للهيئة الوطنية للانتخابات.